الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، جعل الله شهر رمضان شهر خير وشهر بركة وشهر يمن على الأمة الإسلامية جمعاء. أيها المسلمون، أحبتي في الله، الكثير يتساءل عن مسألة عظيمة، وفي مسألة عظيمة يخوضون: هل أن قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ بمعنى أقرأ القرآن وأقول: يا ربي إني أهدي هذه القراءة لروح فلان، هل يصل هذا إلى الميت أم لا؟ الإجابة والله تعالى أعلم باختصار شديد: لا. لماذا؟ نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي لفظ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقراءة القرآن حتما من الأعمال الصالحة. الميت إذا مات لا يستطيع العودة إلى الدنيا كي يقرأ القرآن، فالأولى لك إذا أردت أن تهدي للميت شيئا هو لا يمكن أن تهديه إلا الدعاء، حتما أن تدعو له، وبإمكانك أن توظف القرآن الكريم لهذه المسألة. كيف ذلك؟ تقرأ القرآن، وبعد قراءة ما تيسر، صفحة صفحتين جزء جزئين ما تيسر لك أن تقرأ، بعد القراءة تقول: اللهم يا ربي إن كان ما قد قرأته خالصا لوجهك الكريم فبثواب ما قرأت أسألك اللهم أن ترفع العذاب عن ميتنا هذا، أو أي دعاء آخر تدعو له بالدعاء الذي تريد، فبثواب ما قرأت. وممكن نستدل على ذلك بقصة أصحاب الغار، وهم ثلاثة رهط، سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله في لقاء قادم، ولكن باختصار شديد هم ثلاث أناس سقطوا في غار وفي حفرة عميقة، فأغلقت عليهم بحجر عظيم، سألوا الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنهم، كل أحد وكل واحد منهم توجه إلى الله سبحانه وتعالى قائلا مستشهدا بعمل قد قام به سابقا، ويقول: اللهم إن كنت قد قمت بذلك العمل خالصا لوجهك الكريم فاللهم ارفع عنا البلاء، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سائلين إياه بثواب العمل الذي قاموا به. فالأصل والله تعالى أعلم أن الميت ينقطع عمله نهائيا، بإمكانك فقط أن تدعو له، ودعاؤك بإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى مستجاب. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من روح الله، وقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.